تران قالوا ترى ملك مل في قربها ليوم أبعد ذن الضربها هذا هو ال هذا هو الهدى هو المكسوم قالوا ترى ملك مل في قربها لو يوم أبعد ذن ضربها هذا هو المقسوم مقسوم 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 كمل في قربها لو يوم أبعد ذن دربها هو المكسوب مكسوب قالوا ترى ملك أمل في قربها لو يوم أبعد ذن ضربها هذا هو المكسوم قالوا ترى ملك عمل بقربها لو يوم أبعد ذن ضربها هذا هو المكسوم انت تركوني واسكتوا قالوا العذاب اليوم انت تركوني واسكتوا خلوا العذاب اليوم قالت قتلني بهرها والعهد بيد العمر ايوه ملك امل في قربها لو يوم ابعد ذن ضربها هذا هو المقصود قالوا ترى ملك امل في قربها لو يوم أبعد ذن ضربها هذا هو المقصود انت تركوني واسكتوا خلوا العذاب اليوم انت تركوني واسكتوا خلوا العذاب اليوم كانت قتلني بحرها والعاجبين ايوه قالوا بتلك غيرها بتركها واليوم بتضحكوا يا حسني بدي جواب الجوم قالوا بتلك غيرها بتركها واليوم تلعب يا حسني بدي جواب الجوم قالوا تلك غيرها بنتبها مرجوم قالوا تلك غيرها بنتبها مرجوم انت بصيروا يا عدلي والعادي بيد الأيوة قالوا ترى مالك أمل في قربها لو يوم أبعد ذن دربها هذا هو المقصود قالوا
انت تركوني وسكتوا خلوا العذاب اليوم قريت كدني بعرا ولا عادي بيد العمر وصلت كل مرحوم قالوا ترى بحبها ولو عسى وهموم قالت قتلك حبها وصلت كل مرحوم قالوا قتلك غيرها ما انتبه ملزوم قالوا لانسى ذكرها ما انتبه ملزوم قال بشر ويا عدلي ولا عادي بيد العود قالوا ترى مالك امل في قربها لو يوم ابعتنا لا دربها هذا هو المقصود ترى مالك امل في قربها لو يوم خلوا العذاب اليوم انت تركوني وسكتوا خلوا العذاب اليوم كانت قتلني بعرها ولا عادي بيد العود ايوه يا سلام.